الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، إلهي حبسيدي سان إذي الدردار ميا إيا شرعي سينا دلا لسان حيل الليبان توال كاسي كشرتا الدنيا أخربا وحريدين كدقا يا إلهي تبارك وتعالى إن العاصدان شرعي خلافتان أمر كيسة شبيسان حيال الدنيا أخرب خساره هالكاسو كتيرا. انت كذب حانشاء الله إينا دول استاغنوه لبرد عضو وأسبوعان إنا رافي كرد عضي لعضوه إنكي أبو مهم سنة كمدة دولك كرد عضي مدهوري وحيكو سابسون تاي ديغامة دينا وأنا دعنا ذكر هذه مجال هذا الأسعانات هي دجال كقصاد دجال كاسي وحنا لنا هاي وينو يستاجو وين لا تشوتشيو وين لا وضح الله وين لا وضح فريستو وين سيدك دجاو يستاجو وين دي قد دادنا يا يهنتي ذا بربورة يسا يدتك قحية لا تشوتشيو مصلحكم اجرتو صدن سنة كذب ودلك اي دقال لسوكي يبربريين وعقلي يو اي ارقنمو اي كرد الهيد إن ما انت دقال لقلن قضاي وح مصلحكم اجرتو دروستي انا صومرتي انا نوحكو قادم ويننا وعقلي حما انت هذا لك دقال وحمر دلو فإذا نمالها مركو ضد مسلمين أودح أيه، مركو هروا سكا قرحين أيه، إن تفايدك قاري سو إسكاتو صيا، شيطان باكو موتين أيه، لكن أخيرا مركو أقدم بيسا، عيب يرقوبة أيه دحفر يساني نتيجة كقاري ميسيت، ملي هذا روين هينا، أيه دو عيسيدة تهي واجب تهي إن إصلاح إن نبضلك لغصو دبالو دغالدونا إستاغان أيها دانا وحالغا مارمان وإن أرنتا سيدي دينين إنان حدينو سيدا السحدة إيا خلط كرعي إيا محاهبونا مقالة دا مدو فترة وحاكت شري نبت قريا حمو وحاكيت لي دلال قرشيسان و هدف كيدو او اها لغو بيكسان ايي بلشادة لبين تيدا هل دور كيدا غان عصتا ديدا علما ديدا ودياشيدا وحقرت كيدا كدوان ديگام مدى كالي اي حكومة سومال لان اي كتاليسو ومددي صدق سنة أهيد نبض إيه هرمر إيه برواق إيه وح إلهي اللقمة هذه اللقمة فرح كسبنا آد إيه آدنا أي تهي إن لا إله ليه لا نهرمر يه أيضا ديجا ماذا كله سومالي ده إن توضا بدن قرحيه إيه نبض جيلي حمو إيه نباتوين إيه مواجهات كتيرين هذا المدة داسي ديجا ماذا سي إن نبض إيه هرمر إيه استقرار أي كن ولا يه ووح لغو فرحو أين التحي إن لسيحو جير وأن راوع اللو بيسن لكن وحا كدو ونيد مقالة الله سعانوت دلال كارعي مدد سو سعودي مسؤولية دادا وحا إسكالها إنو أما ميل كشيكتو أما سو أفترتو حكومة دميشة كتلينيس يا السمينية يا دتك اللينية يا ذاتك اغتيال يا محاك الدوي مقالوين كان مقالدا مقالوين كاكالي واسوالي سوي الدين لو جواب وقبها الحكومة دا سو حكومة دو وكوفة شلانتي إني أرنتا إيا ملفكا إيا فايلكا إني حلسو وانا واحس كاعد عيد والبن سوي الدين سو نيو والبا محاك عاي سيو عجران وضب كاسي وقضو مهمة قلب كلباد مودن إن لا تلمام وحويه دتك ديجان كمرك يؤت كيسان وين أو صبر وين
oo ka kacdoomeen oo mudaharaad ka kiciyeen oo arintii ka gadoodeen jawaabta la bixiyay ee xukuumadu bixisay ma habooneyn inay noqoto dadka in xabad lagu rido la laayo ma ahayn cid kale wax lagu hadlayaa la heli karay saxna ma ahayn dad aan hubaysnayn oo mudaharaadaya oo qayliyaya oo xaq raadinaya in xabad la dhacay nina garowsho ku heli maayo iyaduna sax ma ahayn mowqif sax ma ahayn gartu allay leedahay gari allay leedahay midda saddexaad waxay ahayd markay odayaashoodii iyo khiyaartoodii intay isu yimaadeen ay tashadeen go'aan iyagu ay maslaxa bideenna ku dhawaaqeen oo ayay soomaali weyntaasi qayb ka ahaadaan ah ayadana ma ahayn jawaabta la bixin lahay mana ah mana munaasib kuma ahayn in dagaal lagu qaado madaafiic lagu garaaco sax ma ahayn meel kaloo la mariyo jid kaloo looga wareegaa la heli karay kullu dalika waa khaladaad isfuulay oy tahay in la caddeeyo anoo og soomaaliga maanta joogay akhrintiisa iyo daraasadiisa iyo fahamkiisa iyo miisaankiisu inuu qabyaalad yahay oo in badan ay dhihi doonaan wadaadka waxa ka hadlinaya waa qabyaalad iyo dhalasho anoo og ayaan haddana aana danka lahayn xaqa inuu cadaadiyo sawaabka muhim ah haba kharaadaado laakiin waxa kugu soo gaadhayay aflagaadiya faham xuma ah ninkeeday u taalaa laakiin xaqiiqada in la cadeeyo waa laga maarmaan kullu dalika waxa mas'uul ka ah shacabka dawladda u talisay mas'uuliyadeeda weey ayadaa laga rabaa shacabka amnigiisa inay ilaaliso iyadaa laga rabaa istiqraarka inay ka shaqeyso ayadaa laga rabaa wixii dhib ku soo kordho dadka inay iyadu xalliso iyadaa laga rabaa mashaakishani intaynan isqalin inay wax ka qabato mas'uuliyad dawladeed waa waxaanina ma yimaadeen haddii ay horey wax loo xallin lahaa ayadoo taasi jirto ayaa haddana waxaan leeyahay xal ma aha dagaalku ninku faa'iideyana ma jiro waa in la joojiyo maslaxadna loo soo noqdo wada hadal loo soo laabto ummaddu wada fadhiisato dhiigga la daadinaya la joojiyo magaalooyinka la garaacaya la joojiyo dadka qaxaya la joojiyo dhibaatadan socota in ay istaagto wey xataa hadday labada dhinac midkood uu isgar siinayo ama gar leeyahay ma keenayso in muslimiinta dhiiggooda la daadiyo bal sida fiicani wax weeye in maslaxa looga wareego waayo waxaa daliilu ah nabigeenna muxammed sallallahu calayhi wa aalihi wasallam wuxuu sii sheegay dhacdo imaan doonto wuxuu sheegay nabigeennu sallallahu calayhi wa aalihi wasallam in ay laba kooxood oo muslimiinta ka midi islayn doonaan labada kooxood xilligay islaayaan waxaa ka dhex bixi doonta koox kaloo saddexaad kooxdaa goonida u baxdee saddexaad waxaa la dagaalami doonta buu nabigu sallallahu calayhi wasallam labadii kooxood ee dagaalamayay hore middooda xaqa u dhow ayaa la dagaalami doonta kooxda baxday buu nabigu sallallahu calayhi wasallam waxaa lagu fasiray xaqiiqaduna tahay xilligii saxaabada rabbiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu dagaal dhex maray Cali ibn Abi Talib iyo ciidan uu hoggaaminayo radiyallahu ta'ala anhu iyo Muawiyah ibn Abi Sufyan ee Reesham oo ciidankiisa labada ciidan waa labadii ciidan ee muslimiinta nabigu tilmaamay inay isku dhici doonaan dagaalkooda dhexdooda waxaa ka baxay khawaarij oo labadiiba intay ka dhex baxeen bay meel isku urursadeen oo labadii qoloba gaalaysiyeen khawaarij waxaa la dagaalamay Cali ibn Abi Talib iyo ciidankiisii kooxdiisiiba la dagaalantay nabiguna wuxuu sheegay kooxda waxaa la dagaalami doona labada kooxood middooda xaqa u dhow Cali iyo kooxdiisa xaqa uga dhaweyd Muawiya iyo ciidanku watay nabigaana sheegay salaatu rabbi wa salaamu alayhi hadii rasuulku yiri qoladaasa xaqa u dhow haddana macadaalika dagaalka dhexdooda nabigu ma amaanin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bal nabigu ummada wuxuu ugu yeeray adoo xaqa uga dhow
أو كجر له هدنا كود دال إنه سنديق دادنن أو مصلحة للراديو أو لا وضح الله أو دبات هذا الله صاف شر وحنا نبي يقول أنت كنت المامي صلى الله عليه وآله وسلم ويلكيس حسن ابن حسن ابن علي ابن أبي طالب سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رسولك صلى الله عليه وسلم مال يسوى أكتي سفر يا نبي يقول من بركة ساري أي رسولك مرنا إسقى في ريا مرنا أمضوا في ريا مركز النبي وحده صلى الله عليه وسلم ويل كيغني وسيد إلهينا وحكوه الشيسين دون الله وكو حوضا ووين أو مسلمين تو إسلينا يا أيو إلهي كوه الشيسين دون السببتيس حسن بن علي بن أبي طالب مركي آبه علي اللدلي إساق أيا حلكي قبتي مركو ساقو قبتينا معاوية وضحلين وكتنازلي مسؤولية ديبو وكتنازلي إساقو عيدا محيوك بدن إيه التبر حوق بدن أولي بعمر بن عاص ومعاوية السعودي آد وقعلا علي عيدا حوق بدن سوى حسن هليكرا أيو كتنازلي ليقى مسلمين تسير الله باتشيو وحو أقا تنازلي معاوية أقا تنازلي سند كاسي وسند كعام الجماعة اللي لهذا وسند كمسلمين تمرك لإسوي مادين دقال كي لحظو ذاها أورا ماذي مدني مدي أي دبوصو النقطي هل دولة أيشين كلا شبكين أوباباي نبي قوفير سمرك أصغو تلمامي علي إيكو حديثو إني حق ليهين هذا النبي قد دقال ما أمرين كلمنا تلينين بل وحو أماني صلح إيه هشيس كاللقال دقال كايساقا أيو نبي سيد نمكسي ويلكيس حسن رضي الله تعالى عنهما مركو حق بان ليه إيه قربان ليه إنت أدهالي كارتو ميلاد وقال ليه حتو أو مصلحة إيه النبات كرادسو إنا دقال إيه ديق مسلم كشاي سحماه لو غورب دغال كاسي انو سي سخداي مصلحه كوما جيرتو وا ان لا سو افجرو او دغال كاسي لا جوجيو انغا مسلمين تكله سومالي دكله امه مسلم كا نظام اي دولت اي شعب وحا انغا سارن حل لو ارينوت ارينتو كوبادي وحويه ان لا غلو هشيسين ودا هذا الشين اسو جيجيد عدادس إن لا صاروا دراعيها عدادس لا صاروا إذ كستوا أود كلنا أي كشقيسو سدي لو تشوجين لها حبضن يا دغال كان لو نهشين لها واجبين صاروا الله براك كريم كو كل يهو إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما هذي لو كوحود مسلمين تا إسلايان مؤمنين تا هشيسي وألا ليه تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم هشيسي كلا شقية واجبك إن صار لك إسقاوة ما هنا دين على صفرنه دين عكلنا كصفرنه فتنا دنا سياسي دين ما إيه وإن إنه كشق إنه سيدي مصلحكوا إيمان لهيد الشيسية وقال ليه تبارك وتعالى طبعا هديك كحكم إذا كحاسي هالشيس كديدو وأيكوج عن صيدو ودجالك خيار كيس أي دورته مركز ربي وحده تبارك وتعالى هديك كحي ديدو هالشيس ك إذن كج وكل جينا الله وضد دجال عمرك سير الله سو أفجر مشكلة دن آيات القرآن كربي هذا أنا أخرين وكت المامي فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله واجب كمسلمين توكائس قوة واجب كاللبادي وحوي دتك كل باتو بيد قال كائس قوة كبرك عي كرا وعمي كبا باي دين عيدونا هجرا إن لو قرمذو إن لعاويو إن لداويو بنام بيشيو غان qoraxda ku dhacaysa kuleylka jira wad ogsoontiin hooy male in dadkaasi loo gurmado wixii la gaarsiin kara la gaarsiyo iyadana waa waajib ka labaad ina saaran meel kasto oo muslimiinta mushkilad ku haysatana inaynu ka jawaabno oo inuu wax la qabano dadka dhibaateysan waajib iimaanku ina farayo waay qodobka saddexaad ee inuu waajib ka wuxuu yahay in la joojiyo ololaha qabyaalada ee dagaal oogida ee xamaasadu ku saleysantahay xamaasadu ku dheehantahay ee ka socda media ka socda ee al maslaha u adeegayn ee la tahriifinayo hadalka hadal ba xabada ka daran hadal ba fitnada uu abuurayo madfaca ka daran in hadalada iyo waxa la isdhaafsanayo iyo umadu ka shaqeyso in suluxa iyo maslaxada iyo wanaagiisa iyo dagaalka xumaantiisa laga sheekeyo dadka walaalaha la isu soo jiido laakiin aan laga shaqeynin in balaayo la abuuro fitna la kiciyo media loo isticmaalo meel balaayo lagu abuuro
أما محو أهاي قشنكي ودنكو صومري ديبلوغو أبابلو أرنتاسينا وحوي وفتنة وليس كذا وحد أوغاتا كلمة كابة حيساي ومسؤولية إلهي هورتي سلوغو دين دونو هدي روح مسلمة لباتا لوغو غارسييرا أدا أسو استاغي دونا كلمة نسكيد هذا كي قادة ليك مسلمنا ما لنت قيامة إلهي هورتي سو استاغي دونتا كوتا لقل روح بنفتي سها حسابيو مصلحة دي وانا قنا هلق الشقي حدث كاي لعدة داسي انتاس وان كرهيا لعدة اللباد اي مودان اني ندول استاغنا وحي تهي لعدة كرد لعدة تركيغا اي ودن كسوريا قيبا كميدا لول قرير كاكو لفتي اي ادو حوكان اي داد بدن او كوباب اين لور اي اللباد تن كن او روح بي لمشادو مريسا انت اللالاي هيسكدا بقولال كن باكو بركعي كميال قريبا كدومي مصيبة ربي واحد مصيبة الرب مركي إباني سببا إلى ذو القرآن كو إنو الشيخ وادن بيدينا إنك أقلي إسكما إيمانين قرآن كان فافاهيي وأنا مسألة كقرصون علمانيين تي وحمق قردك كقرصون وي أسبابتا إلى ذهي مصائبتا بعيساي الله مصائبتا كينا إنو عديي والسبب إنك أينو لرهيوا ها 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 إيمانك إن قد حيا يا إسلامي ماذا إن قد حيس يا حرير كدينات أيه وحكينا يا مسلم ككل بن أدون كدرف كيس أوش الشيء إن اللذن قطور لحن سطور لبات هذا حيسته حتى يصندل كل وذاجن حتى يصندل شكل وذاجن حتى يصن مصلحة معينة إذا كد حين لكن ووالك أو مسلمة إنما المؤمنون إخوة لحن صو ويران هذا وحكي له لي كرين العاطفات هذا وحكى لهيري كري إن أدعي نبي محمد صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين مؤمنين تصف ضاده استعيل كودا إسو نحريس شدودا إسو عاطفات كودا إسو عاطفون يان الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل تشد أو كلاواي حبنه بيننا هاي ومدنا واي تشركي تشركاسي حبن هدو حنون صدو انت كلاوا إنا لا حنون صدو وإنا لا حنون صدو لا عاطفونو أدعينو انت لمت إلهي إنو نحريستو انت راوع الالهي تبارك وتعالى راوع ان ربي تبارك وتعالى اوداويو انت محو اهي بنانك تعالى ربي تبارك وتعالى هو انو سيو الهينا مصيبه داسي او اجر يا كسيو طهاره كسي بدل خير قولك ورزاق ان له دعين دعك لي ما هي واحد كري كرتنا ولالك لك سيدان انو يتم غدهنا غرمد باي وباهنتahay تا ديبد ولالهنا غرمد باي وباهنتahay gurmad bay kaaga baahan tabartaadu intay doori hadhanaato gaar ahaan waxaan jeclaan lahaa aad u jeclaan lahaa oo qalbigaygu ileeyahay oo maleenaya in badan oo inaga inaga midana inaan isleena jihooyinka rasmiga ee Soomaalida anndimadooda iyo dawladoodu waxaan isleeyahay waxa haboon ama haboonayd in ay wax ka badan tacsiyada wax ka badan in ay sameeyso haboonayd ugu yaraan danqashada islaamnimada iyo iimaanka marka laga tago labada shacabka turkiga iyo dawladiisa iyo shacabka reer suuriya intuba soomaali abaal bay ku leeyihiin abaalka turkigu inuu leeyahay soomaali ku leeyahay waa mid aan qarsoonayn kulligeena aan u wada nooleyn oo u joogna ilaa haddana socda dawladda kaliya soomaali marka laga jeesaday madaxweynaheedu ama ra'iisul wasaaraheedu airport-ka ka soo degay indhihi adduunka soo jeediyay ila maantana Soomaali garab taaga waa Turkiga way miyeyna haboonay inaad ka abaal gudo ugu yaraan abaal wax yar oo abaal inaad gudo Suuriya waa dalkii kaliya ee Soomaali markay burburtay Carabna ka jeesatay dalka kaliya u furna Soomaali ay degi kartay passport-kooda lagu geli karay visa aan Suuriya ahaa ila uu ka burburay Soomaalidu waa dad karaamo leh oo sharaf leh oo la soo dhaweyn jiray shacabka Suuriya waa shacab muslim oo sunni ah dawlad xun baa lagu ibtilay
ميينا أبال كوغولا هينو أوغيران إنتي لوغو غالي بقول كي بحال كمي دا إنات جدود إسحيل قانتو ميينا هين ميينا هين وينا منين مسوحي نكومر مرسونا إلى الشيخ أو تانا تانا نساقتي أنك إنت نهي ستان نقبضا مساكين بانو نهي وحبا مهلي كرنو مرمر صوت ميينا نقري وروحير سيدي دولدها قاركوت سميين شعبك إنتات فرد صندوق أفرا وحتى هذا المصيبة سأل لك جواب ياي شعبك يا قناعسة تدي الددوينه يكسو جوابا بقلال كونو دولار هل مليون أو دولار ديارتك قادة لخاتير سارة تنروين سارة وحوغا داوين سارة سجل لك تاريخ لإذين كليسا وحوغا يرو أبال قد أوي أبال آد قد يسوي أذيقنا وحبا أنكو يالينين وحير أودتك ولا لها يشاي كودن قد إنا دودن قطاع أي تهيوي أو شا سوى هول مهمة هدي هدا كهر أين السيكتين أي تهي إلا دوقف توي وإلا وحان نقون إنا دليته وحبالي قري سار موية قري كقاد ملي داد إن لو حلا تروي وحنان موية أن أبالنا أقون وحنا دترين أمدنا أن أدن قرن سورة سوى سورة ليس لنا مثل صوب النبي صلى الله عليه وسلم مقح إيا تصالح إن أنقاذنا سحمة نبي جينا صلوات ربي وسلام عليه وحنا فري قعنت إيا أبالك اللي قولي إياه إن لقى أبال قد حتى قعنت عيدك قولي قال بها النقطه مالك النبي صلى الله عليه وسلم دقال كي بدر وريق قال دي ريق مكة وكقف سدي كقف شيء ودقالك كقف تي رق بدر وقعنتي سأي كتيران أي النبي وحيري صلى الله عليه وآله وسلم مطعم بن عدي نكي لديه تري هدو نولان لها محابيستنا إقلاها اللي لها وأسي دين لها بو النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطعم بن عدي متقنا مطعم بن عدي وحو أها نين أضيء أو قال والرسول كإنت الله سو سارين لنتي لكن الرسول كقعنك لها صلوات ربي وسلام عليه أسوق قال أو قال لما كل أنت قعنت رسولك كلها أي أبال كيسي أي رسولك عليها دون ما أنت نولا لها محابيستنا إقلاحا لها وأسيدين لها برسولك صلى الله عليه وآله وسلم أبال قد رسولك صلى الله عليه وسلم عدي وناك إذين سميسا وناك كأبال قد برسولك صلى الله عليه وسلم كل واحد هلي كرتان هداد ويدان واحد أبالك كقدانا ودعي ابو نبي صلى الله عليه وسلم الى اد استراهدان على له اوالك واد غودين دعاء حتى دعاء ما هين حتى دعاء ما هين وحكى الوركده اسك بداي وذلك ادنى ما يكون وحي او يرى عليه مركا ور ابال با لين غليه وحان صح وتبردر انت لكن وحان لو باهيه احداث تلو كل مركي دعيسو اناد كدخموقته وحان ليابي مركان تقارير تأخبارك وورك أخرية عدد كصابس دولة ير يرؤ أدونك كم يض ضعيف وقالاء وهذا رجالاء بكسو جواب يربات هذا وقعنك جيسني ديار الدوية صادرة دخاتير وحوجاي صادرة والدولة ير يرؤ هذا رجالاء أنا مين المدنين مرك شعب هي دولة ما ورمين المدنين أو أرنتاس أي المناسب أحين جوابت إنه إني كسية سنتها تعسية هي هذا إيه قرآن الله قرآن الدولة إنه وحكا سياسا بل لينك مدنية هاي قضية دانا جوابتا أي مدنة هاي أي نصينو لابد دعضوا لابد دعضوا مهمة لابد من إلهي وحلو ديننا تبارك وتعالى مؤمنين تكون لباته بي إن ربي تبارك وتعالى إنت لنت أون حريستو إنت لباته إنت سن إلهي لباته كقاضو إنت بنانك شيفتنا ربي تبارك وتعالى نحريس دي سؤوده تتشيه إلهي تبارك وتعالى إنك المصائبت إنك رمريه واجباتك يحلك إنك سارن هولها أن إلهي إنك فهنسيه إنه نفضه ديه هذا وبالله التوفيق صلوا وسلم على قاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضى اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.